السلام عليكم، ان شاء الله كاركم بيا. اليوم انا راح نهضروا على ليغباس، على البوطون دو فياف، وراح نهضر لكم على لاكريم كلوفيراكس. الحاجه الاولى لازم نعرفوا ديجا سي كوا لو بوطون دو فياف. لو بوطون دو فياف هما حبات اللي يخرجونا كيما راهي عندنا دوكا، سون دي بتيت انفيكسيون، يجيونا حبات صغار هكذا وياكلوا ويولوا حموره ويتقشروا، من داك يصير منهم ان ليكيد ترونسبارون. كاين حالات وين هذا البوطون دو فياف ما يكونش في جهه واحده برك، يمشي حتى لو تور تاع فمناكا. الحاجه الاولى لو بوطون دو فياف لوريجين تاعو فيرال، دونك سي اون بتيت انفيكسيون فيرال. الحاجه الدوزيام لو فيروس اللي تسبب لنا بهذا لو بوطون دو فياف، سي ان فيروس اللي اكزيستي في لو كور تاعنا، و سي ان فيروس افيبلي. وقتاش يبان اون فوا لو كور تاعنا يمرض ولا طلع له الحمى ولا نتفابلوا، تما ولي مانيفيستي هذاك لو فيروس ويبان. معناتها الفيروس هذاك راهو يستنى غير في الكور تاعنا وقتاش يتفابل شويه ولا يعيش شويه برك باش يمانيفيستي روحو ويبان هو. دوكا لازم نعرفوا اس لو بوطون دو فياف ولا الحمى تاعدي، بون سي فورتمون كونتاجيو، سيرتو وقتاش كيكون البوطون هذاك ديفلوبي بزاف، تما حتكون الشحنه تاع الفيروس بزاف كبيره، سي بور صح يكون يعدي. جينيرالمون ما يكونش يعدي في الديبي غير يبان لنا، لو كان داوه جينيرالمون تمتم ماحش نعديو. كيما قلت لكم العدوى تكون لازم تكون الشحنه تاع الفيروس بزاف طالعه، وقتاش حتكون طالعه كيكون لو بوطون هذاك بزاف ديفلوب. العدوى تاع لي بوطون دو فياف تكون جينيرالمون كونتاكت بو ابو، دوكا تيك اي فيتي هاد الحاجه كيكون عندنا لي بوطون دو فياف. كلوفيراكس سي دلا سي اسيكلوفير، اسيكلوفير ماشي اسيد، اسيكلوفير كاين بزاف في غلطو يقولوا اسيد كلوفير، دونك سي دلا سيكلوفير، سي ان انتي فيرال. نستعملوه في لوكا هدايا، كيفاش غنستعملوه؟ عندنا اون ابليكاسيون 5 فوا باغ جور، ماشي وحده مور وحده، دونك دو بريفيرونس نوزعوهم على 24 ساعه، مام اذا طلنا في الليل نديرو اون بتيت نوازات ونماصيوها نخليوها تاب صلبه 5 فوا باغ جور بوندون 5 جور وان شاء الله تروح. فوالا حاجه بزاف سامبل، فيديو بزاف صغيره بصح فيها لانفورماسيون، ان شاء الله تكون فاتكم. السلام عليكم.